أهلا بكم إلى حلقة جديدة من تحت الضوء. قال مركز كارنيجي للشرق الأوسط إن العراق يفتقد إلى رؤية اقتصادية وليس لديه استراتيجية لإعادة إعمار المناطق التي تحررت من سيطرة تنظيم الدولة قبل أكثر من عام. مركز كارنيجي وهو مركز الأبحاث الأول في العالم كشف عن فضائح للسياسيين في العراق، وهي إن عقود إعادة الإعمار للمدن المدمرة في الحرب على تنظيم الدولة قد فازت بها شركات عراقية وهمية يمتلكها سياسيون كبار. وأضاف أن هذه الشركات قامت ببساطة بإعادة بيع هذه العقود إلى شركات تركية وأردنية مقابل عمولات بملايين الدولارات. وأشار المركز أيضاً أن الحكومة العراقية تؤكد أنها بحاجة إلى 88 مليار دولار لإعادة إعمار ما دمرته الحرب ضد داعش ما بين العامين 2014 و2017. وحذر مركز كارنيجي للشرق الأوسط من أن هذا التأخير قد يفاقم مخاطر نشوب اضطرابات سياسية واجتماعية في العراق الذي يحاول التعافي من أزماته. وأشار المركز أيضا لوجود مشكلات أخرى تعرقل عمليات إعادة المناطق المتضررة، وأبرزها الفساد الذي يتسبب في تأخير المشاريع وهدر الأموال. نسلط الضوء مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة على الأسباب التي تبقي العراق في دوامة الفساد الإداري والمالي. أين تذهب الأموال المخصصة لإعادة إعمار المدن المدمرة بسبب الحرب؟ ما دور الحكومات المتعاقبة في ذلك؟ هل لهذه الحكومات دور في إدارة عجلة الفساد الإداري والمالي في العراق عبر شركات وهمية يمتلكها سياسيون كبار كما ذكر أو كما اتهم مركز الأبحاث الدولية؟ كيف أسهم الفساد السياسي في زيادة التدهور الاقتصادي؟ وما حدود هذا التدهور؟ العراق كيف تؤثر العوامل الدولية والإقليمية في بقائه ضمن دائرة التراجع وانعدام فرص النهضة الاقتصادية والاجتماعية؟ نشاهد هذا التقرير ثم نبدأ الحوار. بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 أعلن الأمريكيون عن انطلاق عملية إعادة الإعمار، وعقدت المؤتمرات الدولية لحشد الدول المانحة، وقدمت وعود كثيرة بمليارات الدولارات لإعادة إصلاح ما دمرته سنوات الحرب، لكن النتائج لم تكن على قدر الوعود. عملية إعادة الإعمار هذه شابه الفساد المالي، وتورط فيها سياسيون ممن يديرون الحكم في العراق وأمريكيون، ما جعل صحيفة واشنطن بوست تورد في تقرير سابق لها أن جهود إعادة الإعمار التي بدأت بآمال واسعة انتهت الآن في مستنقع الفساد وسوء الإدارة. مركز كارنيجي للسلام أكد أن العراق يفتقد إلى رؤية اقتصادية وليست لديه استراتيجية لإعادة إعمار المناطق التي تم تدميرها. فضائح الفساد تنتشر في الأوساط السياسية من قمة الهرم إلى قاعدته، ومنها عقود إعادة الإعمار التي فازت بها شركات عراقية وهمية يمتلكها سياسيون كبار. ورغم التطمينات والإغراءات التي تحاول بغداد من خلالها تحفيز الدول والجهات المانحة للمساهمة في إعمار العراق، إلا أن هاجس الفساد المستشري خيم على أعمال أغلب المؤتمرات المخصصة للإعمار. وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت أن البلاد بحاجة إلى أكثر من 88 مليار دولار لإعادة إعمار القطاعات المتضررة من الحرب. المنظمات الدولية صنفت العراق على أنه يحتل المرتبة 66 بعد 100 من بين 176 دولة على لائحة البلدان الأكثر فساداً بحسب لائحة أصدرتها منظمة الشفافية الدولية. يعتبر ملف إعمار العراق من الملفات الأكثر غموضاً وفساداً في العالم، إذ ما زالت البلاد تعاني من تدهور في البنى التحتية بالرغم من صرف مليارات الدولارات عليها منذ عام 2003 وحتى الآن، وهذا ما يؤكده الاقتصاديون وما تكشفه الوثائق، فضلاً عن نسبة إنجاز المشاريع التي لم تتجاوز 5%، في حين أن نسبة التدمير في محافظتي نينوى والأنبار فقط بلغت 70%. تولت الشركات التابعة للأحزاب السياسية الحاكمة مسؤولية ملف إعمار العراق، فكانت النتيجة أن أصدرت هيئة النزاهة أوامر بإلقاء القبض على 22 وزيراً و335 مديراً عاماً
جميعهم ينتمون للأحزاب السياسية الحالية التي تحكم البلاد بتهم فساد مالي وتمرير صفقات لشركات محلية وأجنبية. لكن استطاعت الكتل السياسية تعطيل أوامر القبض بحق هؤلاء المسؤولين. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، أرحب بضيوفي الكرام دكتور جاسم الشمري الباحث السياسي ضيفي في الأستوديو، مرحبا بك دكتور جاسم. أهلا وسهلا. وأيضا أرحب بدكتور خضير كاظم حمودي الخبير الاقتصادي، مرحبا بك أستاذ خضير. أهلا ومرحبا. أهلا بكم. أبدأ معك دكتور جاسم الشمري، يعني كيف تنظر إلى الفساد في العراق أو إلى الإعمار في العراق؟ نعم حقيقة بداية شكرا لكم، تحية لكم ولمتابعي رافدين وللأخ ضيف. حينما نريد أن نتحدث عن الإعمار في العراق، الإعمار هو البناء، وبالتالي هذه القضية هي قضية مكررة وليست جديدة، ويعني هنالك ملل من الاستماع لها من المواطن العراقي، لأنه وصل إلى مرحلة اليأس من الوصول إلى نتائج. وبالتالي اليوم نريد أن نتحدث عن حقيقة الإعمار المطلوب في العراق. أنا أعتقد أن الإعمار في العراق هو على عدة أنواع. النوع الأول هو بناء الإنسان، بناء الإنسان العراقي، ذلك لأن المرحلة الماضية منذ عام 2003 وحتى اليوم هي مرحلة تدميرية في الغالب للإنسان العراقي، وبالتالي هذه المرحلة التدميرية للمواطن ينبغي أن تواجه بمرحلة بناء، مرحلة بناء للفكر، للصحة، يعني لكل ما يعني يمكن أن يخدم الإنسان العراقي. وبالتالي حتى الجانب العقائدي رأينا أن هنالك العشرات من الدجالين والسحارين الذين ظهروا في العراق، الذين يدعون الكرامات وغيرها من الأمور التي لا تنطلي على كل عاقل، كل ذلك بسبب الانهيار في المنظومة الفكرية لدى نسبة ليست قليلة من المواطنين العراقيين. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني هو البناء القضائي. اليوم نحن نعاني مع الأسف من قضية تسلط الدولة أو السلاح على القضاء، وبالتالي ينبغي على الدولة وعلى الحكومة أن ترفع يدها عن القضاء العراقي ليعود قضاء حرا كما عرف القضاء العراقي من القوانين المعروفة في العالم وبالذات في المنطقة. وبالتالي ينبغي إعادة الهيبة للقضاء العراقي حتى ننصف المواطن العراقي. الأمر الآخر هو بناء المنظومة الأمنية، وهذه أيضا بحاجة إلى إعادة إعمار. هذه المنظومة الأمنية مع الأسف فيها الكثير من الشوائب، بحاجة إلى من يعيد إعادة بناء هذه المنظومة. ينبغي غربلة هذه المنظومة من القوى الشريرة والتي تعمل تحت مظلة الأجهزة الأمنية وتؤذي المواطنين، وهنالك قوى غير رسمية مع الأسف اندمجت مع القوى الرسمية، وبالتالي هذه القوى اليوم تعيث الفساد في الأرض. وبالتالي ينبغي على الأحرار والأخيار أن يعملوا على إعادة بناء المنظومة الأمنية العراقية بعيدا عن هؤلاء الأشرار. المنظومة الرابعة هي المنظومة السياسية. معلوم أنه لا يمكن لأي دولة من الدول أو لأي نظام من الأنظمة أن يطبق برنامجه دون أن يكون بحاجة إلى عمل سياسي. وبالتالي اليوم بغض النظر، أنا أتحدث بالمجمل وليس عن الوضع في العراق، دون النظر إلى موقف من هذه العملية، أقول ينبغي إعادة الغربلة لهذه العملية السياسية وأن تكون بعيدة عن الذين ركبوا موجة المظلومية وركبوا موجة السنوات الماضية قبل عام 2003، ذلك لأنهم أعطوا فرصة كافية منذ عام 2003 وحتى اليوم من أجل أن يثبتوا أنهم يسيرون على الطريق الصحيح، لكن مع الأسف حتى اليوم لم يثبتوا ذلك. الإعمار الآخر هو إعمار المدن، وهذا الأمر هو الذي طبعا هو موضوع حلقة هذا اليوم وسنتكلم عنه لاحقا. والمنظومة الرابعة هي منظومة الإعلام. ينبغي أن يكون الإعلام العراقي إعلاما حرا نزيها، وأن يعطى
الإعلام العراقي حقه في أن يبدي رأيه دون أن تمارس عليه ضغوطات، لكننا مع الأسف فقدنا مئات الزملاء يعني بسبب قول كلمة الحق، وبالتالي هذا الأمر بحاجة إلى إعادة بناء. وكل هذه المنظومة المتكاملة إن تم النظر لها بصورة كاملة يمكن أن ننهض بالعراق ثانية، وإلا فهو مجرد هواء في شبك. نعم. إذا تحدثتم دكتور جاسم عن أن هذه كلها منظومة بتكاملها يعني توفر متطلبات الإعمار، والإعمار ليس فقط إعمار للمدن، يبدأ الإعمار بالإنسان ومن ثم بالقضاء والأمن والمنظومة السياسية وكذلك منظومة الإعلام، وبالتالي كل هذه الأمور تصب في مصلحة الإنسان العراقي. إذا مشاهدينا الكرام، أرحب بضيف الدكتور خضير كاظم حمودي الخبير الاقتصادي. دكتور خضير مرحبا بك. أهلا وسهلا بك دكتور خضير. يعني الإنسان العراقي تعرض إلى هجمة شرسة أدى بالتالي إلى تدميره، تدمير الوعي الفكري، تدمير المستقبل، تدمير الحاضر، كل شيء تعرض للدمار، حتى الإرث التاريخي تعرض إلى الدمار بعد العام 2003 وحتى الآن، سواء كان بالحروب التي تلت الاحتلال أو بممارسات حكومية أو بحسب ما جاء في الكثير من تقارير المنظمات الإنسانية ومراكز الأبحاث، تحدثت عن أن حيتان الفساد هي التي تتحكم بأموال العراقيين وبمصير الشعب العراقي، ليس آخرها ربما مركز كارنيجي للشرق الأوسط، قال إن هناك حيتان من الفساد أو أن هناك شركات وهمية يمتلكها سياسيون كبار تأخذ عمولات وتعمل على تخريب وليس إعمار العراق، والعمولات طبعا بعشرات المليارات، عشرات الملايين من الدولارات. إذن ما جاء في هذا المركز على ما يدل، أو في هذا التقرير للمركز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم وبضيفك الكريم. حياك الله. بودي أن يكون السؤال ما بقي بالعراق من شيء عامر، أفضل مما أن يكون السؤال كيفية إعمار العراق. العراق العظيم ذو المكانة الاستراتيجية المرموقة بين الأمم قبل 2003، ما بقي من شيء عامر فيه إلا ودمر، إذ أن الحكومات المتعاقبة التي توالت على حكم العراق وإفساد شعبه والسعي لتدمير بناءاته المختلفة وفي إطار مختلف الجوانب الهيكلية والخدمية سواء بالإطار الاجتماعي أو العام، نجد أن العراق قد دمر تماما، لكنه يبدو لدى الحكومات هذه أنها لن تستكمل متطلبات التدمير، لذلك ستوالي سبل الحصول على الثروات كما أشار هذا التقرير، المطلوب 88 مليار دولار لغرض التعمير، لكنه في الحقيقة لغرض إعمار جيوب هؤلاء المرتزقة العملاء الذين يسعون لملء جيوبهم وإبقاء شعبهم تحت طائلة الدمار العارم الذي لن يترك صغيرا أو كبيرا إلا ودمره. يعني مركز كارنيجي للشرق الأوسط، وهو يعني مركز الأبحاث الأول في العالم، تحدث عن أن العراق يعني يفتقد إلى رؤية اقتصادية وليس لديه استراتيجية لإعادة إعمار المدن. يعني هل يفتقر العراق إلى خبرات؟ العراق
بطبيعته وبطبيعة المؤهلات البشرية والكفاءات التي يمتلكها منذ الأزمنة الطويلة يمتلك تلك القابليات والقدرات والمهارات ولديه الإمكانية، لكن الحكومات التي استولت على العراق هي ليست حكومات راغبة بإنقاذ العراق. وكيف لك أن تقول هذه الحكومات ستنهض بالعراق أو تعيد سبل تعميره؟ طيب وهي حكومات مرتبطة بأجندات الإيرانية، والإيرانيين أو الفرس هم أعداء الداء إلى العرب. طيب ابقى معي دكتور الخضير. نعم دكتور الخضير. والعراق بشكل خاص. ابقى معي لو سمحت سأعود إليك. كيف يعمر العدو عدوه؟ نعم ابقى معي دكتور الخضير لو سمحت. يعني العراق، يعني الحكومات العراق أو الحكومات المتعاقبة في العراق ليست راغبة ببناء العراق، وأن لها وهي مرتبطة بأجندات إيرانية كما تحدث دكتور الخضير كاظم. نتساءل دكتور، أين الخلل في عدم إعمار المدن؟ يعني طبعا بداية يعني لابد أن نشير إلى أن الشعب العراقي من الشعوب الحية. نعم. اليوم نحن أمام حالة غير طبيعية، وبالتالي أنا أعتقد أننا ينبغي حينما نتحدث نحن نتحدث عن غالبية السياسيين. طيب. ولا نتحدث عن الشعب العراقي. الشعب العراقي فيه العلماء وفيه الخبرات وفيه الرجال الذين يمتلكون القدرة على النهوض بالعراق اليوم أو غدا، وبالتالي القضية قضية وقت. يعني حينما نتابع يعني المواقع العراقية نجد أن هنالك العديد من الشباب العراقيين اليوم يعني يقومون بابتكارات علمية ويخترعون. يعني على سبيل المثال زهاء حديد. زهاء حديد أنا أتحدث عن الموجودين حالياً. زهاء حديد يعني خرج حتى في الجامعات البريطانية. نعم. يعني إذا نريد أن نتحدث عن عمالقة الكبار هذا أمر آخر. أنا أتحدث عن الموجودين في داخل العراق. نعم. أنا أعتقد أن الكثير من الطاقات العراقية اليوم يعني بدأت تنهض شيئاً فشيئاً، وهذا لا علاقة له بالحكومة. الإبداع العلمي هو شيء فطري عند طالب العلم العراقي، وبالتالي أعتقد أن القضية يمكن يعني دعم بسيط يمكن لهؤلاء أن يقدموا الشيء الكثير للعراق. بالنسبة إلى قضية الخلل في العراق، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قبل أقل من 10 أيام ذكر أن الفساد المالي في العراق نخر 300 مليار دولار. والتقرير اليوم أو الحكومة أيضا حكومة عادل عبد المهدي قالت إننا بحاجة إلى 88 مليار دولار. هذا يعني أن بحسبة بسيطة أن الفساد أخذ 300 مليار ونحن بحاجة إلى 88. هذا يعني أننا هنالك فائض 212 مليار سرقت من قبل حيتان فساد في العراق. يعني لو فرضنا أن هنالك حكومة قوية، حكومة تحب العراقيين، وأخذت هذه 300 مليار دولار وطبقتها على مشاريع إعمار في كل العراق. طيب. من البصرة حتى آخر نقطة في العراق، لرأينا اليوم العراق من أجمل المدن في يعني من أجمل البلدان في المنطقة. لكن المشكلة اليوم هنالك يعني خلل وفساد مالي وإداري كبير. يعني حدثني أحد الأصدقاء أن صديقا له قال له تعال يمكن أن تكون مديرا عاما في الدائرة الفلانية، حتى لو طلب منك مبلغا كبيرا وحدد له عشرات آلاف من الدولار وافق على مبلغ، لأنك يمكن خلال أقل من شهرين أن تستعيد المبلغ. هذا يعني أن القضية هنالك استغلال وظيفي، وأن الدولة عاجزة عن ضبط المنظومة الإدارية في الدوائر، ذلك لأن الخلل في كل دائرة هو في رئيس الدائرة. يعني الحكومة عاجزة عن ضبط الخلل في كل دائرة؟ الحكومة
عاجزة عن اختيار الأكفاء لإدارة الدوائر المختلفة. مثلا لنأخذ على سبيل المثال الوزارة ألف. طيب. الوزارة ألف حينما تضع عليها على الهرم على هرم الوزارة شخصية قوية نزيهة شريفة. هذه الشخصية النزيهة الشريفة لا تأتي إلا بمدراء عامين شرفاء يعني يحبون العراق، وبالتالي هؤلاء المدراء العامون يأتون بمدراء أدنى منهم أيضا من ذات الطبقة. المنظومة تبدأ من الأعلى، حينما يكون المسؤول مسؤولا نظيفا وشريفا يكون أبسط موظف هو موظف يعني شريف ونزيه، وبالتالي هنالك خلل في اختيار القيادات الكبرى. حينما نختار القيادات الكبرى الشريفة التي تحب العراق سنجد أننا أمام فائض 212 مليار دولار لخزينة العراق، والمال الباقي اللي هو 888 مليار كما تقول الحكومة هو كافي لإعادة المدن. هذا إذا افترضنا أن كلام حكومة عادل عبد المهدي دقيق وأن الأموال التي نهبت هي فقط 300 مليار دولار، لأن هنالك أرقام عن 1000 مليار دولار نهبت في العراق، وبالتالي هنالك خلل في هرم الدولة العراقية. يفترض برئيس الحكومة إن كان جادا في إعادة بناء الحكومة أن يعيد النظر في القيادات وفي الوزراء الذين تم اختيارهم، حينها يمكن أن نتعافى شيئا فشيئا، لأننا لا يمكن أن نتصور أن يتم القضاء على الفساد والفاسدين ب يعني جرة قلم كما يقال، وإنما الموضوع بحاجة إلى بعض الوقت، وبالتالي بحاجة إلى رجال يحبون العراق، وهنا يكمن الخلل. دكتور خضير كاظم، يعني إذا كان رئيس الوزراء يتحدث عن 300 مليار دولار ذهبت بسبب الفساد، نتحدث عن الواقع أو أثرها على الواقع الاجتماعي أو أثرها على الواقع الاقتصادي في العراق إذا كان هذا الرقم المهول يتحدث به رئيس وزراء؟ الحقيقة هذا الرقم جدا متواضع، 300 مليار رقم متواضع، هو بالواقع ما ذهب من العراق أكثر من 800 مليار دولار سرقت على أيدي الأساس الذين حكموا العراق منذ 2003 ولحد الآن. طيب. وظاهرة الفساد ليست حديثة العهد في هذه الحكومات، وإنما جاءت منذ الاحتلال ولحد الآن حكومات فاسدة وغير راغبة في إعمار العراق وتحقيق أهداف الشعب العراقي، لأنهم تنقصهم أولا الفكر أو الفلسفة السياسية التي يديرون بها العراق، لا يمتلكون فكرا سياسيا موضوعيا ولا يمتلكون الرغبة في تحسين وضع العراق اقتصاديا واجتماعيا، ولذلك ليست لهم توجهات استراتيجية في البناءات التنموية والاقتصادية المختلفة، وإنما التطلعات القائمة لديهم تكمن في ملء جيوبهم والهرب خارج العراق. وآخر ما حصل الآن على الفيسبوك اللي هو نائب رئيس الأركان العراقي قد هرب خلال شهر وهرب معه 18 مليار دولار، وهكذا من هرب سابقا. المسألة أولا لا توجد رؤية فكرية وفلسفية تمتلكها الحكومة العراقية في إدارة هذا البلد الثري، البلد المعطاء، البلد ذو التاريخ الحافل بالاعتبارات التي تنهض بشعبه وبقدراته وموارده المالية والبشرية، وإنما مني بحكومات
متخلفة جاهلة، كل منهم مرتبط بأجندة خارجية، أما بإيران وأما بإسرائيل وأما بأمريكا وأما بإنجلترا، وهم جلهم مرتبطين بالمخابرات الأجنبية. وهؤلاء الأجانب بحكم طبيعة رغباتهم وتطلعاتهم لا يستهدفون النهوض بالعراق، وإنما يريدون الاستحواذ على الثروات المتاحة تحت أيديهم لتكوين ثروات وتهيئة سبل العيش مع العراق. لو سمحت سأعود إليكم مرة أخرى. لكن هؤلاء بالتأكيد وفقا لحقيقة أن الله سبحانه وتعالى لا يرتضي الظلم لنفسه ولا يرتضيه لعباده، فسوف يقتص منهم حتما، ولن يطول المقام مطلقا. نعم دكتور جاسم، يعني نسأل عن دور الإعلام في كل ما يجري في العراق، ومن عمليات فساد ومن تسهيل لشركات وهمية وإنشاء هذه الشركات ومن عمولات وغيرها. يعني ما قبل 2003 كان الحديث عبر وسائل الإعلام الغربية أن العراق سيكون نموذجا ليحتذى به في دول المنطقة، العراق سيكون مزدهرا، العراق سوف يتم إعماره. منذ ذلك الحين هم يتحدثون عن إعمار العراق، قبل احتلال العراق بأشهر هم يتحدثون عن موضوع إعمار العراق وسيكون العراق وسيكون. هنا الإعلام بعد مضي أكثر من 16 عاما على ذلك، كيف يعني تصف دور الإعلام في إبقاء العراق على حاله كما هو الآن؟ طبعا الإعلام مضغوط عليه، هذا أمر لا خلاف عليه، لكن حقيقة ينبغي أن نشير إلى أن في يعني السنوات الأخيرة لاحظنا أن العديد من القنوات يعني تمتلك جرأة كافية لنقل حقيقة من داخل العراق، يعني حتى يعني الفساد المالي، لحظات تقديم الرشاوى إلى بعض الموظفين، هنالك بعض الزملاء الصحفيين حاولوا يعني تصوير هذه النقاط، وبالتالي هذه تحسب لهم. الإعلام له أثر كبير في تغيير الواقع العراقي نحو الأفضل. لكن هنا نشير إلى نقطة مهمة، كما يقال في القاعدة القانونية والشرعية أن الاعتراف سيد الأدلة. حينما نتابع على الإعلام يعني في الفترات السنوات الأخيرة وصلنا إلى مرحلة اللا حياء من الفساد، يعني أنا مسؤول وفلان مسؤول لا يخجلون من الفساد، وبالتالي بتنا نرى العديد من المسؤولين يتحدثون في برامج عن فسادهم الشخصي بالضبط. ولا يخجلون. هناك يعني من يقول نتقاسم الكعكة، وهناك من يقول أبدا، هناك من يقول أنا أخذت رشوة ولم أنفذ المشروع، هذا اعتراف. نفذ المشروع لم ينفذ المشروع هذا أمر ثاني. يعني أنا لو فرضنا أنا موظف وأخذت الرشوة ولم يعني أمشي المشروع، هل يعني هذا أنا لما أخذ رشوة أنا أخذت الرشوة؟ هذا بشكل علني أصبح الأمر. هذا أمر. أمر آخر، يعني نائب كبير من نواب محافظة صلاح الدين ذكر في برنامج على أحدى القنوات الفضائية أنه اشترى 40 صوتا، والغريب أنه ذكر أسماء النواب، بعض النواب الذين اشتراهم وقال أنا دفعت لهم، وغيره وغيره من يعني النواب. هنا النقطة، أين المحاسبة؟ أين القرار؟ هذه هي النقطة، أين دور رئيس الوزراء؟ نحن أمام سلطات قضائية، هذا القانون العراقي يقول سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، سلطة قضائية. هنا الدور البرلمان هو دوره رقابي، صحيح؟ نعم. المشكلة أن الذين تحدثوا في الإعلام هم من النواب، وبالتالي يفترض على زملائهم أن يعني يجمعوا تواقيع لهم من بقية الزملاء من أجل رفع الحصانة عنهم، وبالتالي تقديمهم إلى محاكمات. هنا يأتي دور الحكومة ودور القضاء. مع الأسف لم نسمع من رئيس الحكومة ولا من وزارة العدل أنهم سعوا إلى جمع هذه الاعترافات. نحن أمام اعترافات مسجلة، يعني اليوم مع تطور العلم باتت هذه
التسجيلات من الأدلة القطعية في القضاء، وبالتالي يفترض على حكومة إن كانت صادقة وتريد أن تقضي على فساد أن تشكل لجنة من البرلمانيين ومن الحكومة مع قضاة منتدبين. هذه اللجنة يكون واجبها جمع هذه التصريحات واستدعاء هؤلاء الذين شهدوا على أنفسهم أو شهدوا على غيرهم. بالنسبة للذين شهدوا على أنفسهم هؤلاء يعتبرون في خانة الاتهام، أما الذين شهدوا على غيرهم فهؤلاء هم من الشهود، يفترض أن يؤدوا الشهادة على غيرهم. إن لم يؤدوا الشهادة هنا ستطبق عليهم يعني مادة أخرى هي التستر على المجرمين وعلى الفاسدين. في كل الأحوال يفترض أن يطبق عليهم القانون، لكن السؤال هو أين الحكومة؟ أين مجلس النواب؟ أين القضاء العراقي؟ المشكلة مع الأسف الشديد يعني أنا سمعت، وأنا أتحدث عن معلومة لا أتحدث عن يعني استنتاج، أن هنالك شخصية عراقية كبيرة كانت سابقا في العملية السياسية، اليوم هي في أحد الدول العربية المجاورة وليست مجاورة العراق بشكل مباشر. هذه دورها هي تخليص المتهمين من أي قضية من أي نوع، فقط في مقابل أن تدفع. إن أردت أن تكون بريئا في العراق وأنت من المجرمين ادفع. هذه مصيبة، هذه كارثة. وبالتالي يفترض، أنا على يقين، أن رئيس الحكومة السيد عادل عبد المهدي، القضاء هنا ليس فقط مسيس، هو مرتشي أيضا. نعم، لا نقول في الغالب طبعا. القضاء العراقي من يعني قضاة العراقيين في الغالب هم بعيدون عن هذه التهم، لكن نتحدث عن السيد عادل عبد المهدي الذي قال أننا عرفنا 300 مليار دولار. هذا يعني أن الحكومة عرفت من الذي أخذ وأين ذهبت الأموال. لماذا لم تنهي القضية؟ نحن لا نريد إطلالة أسبوعية من السيد عادل عبد المهدي ويتحدث عن إنجاز الذي يقول نحن اكتشفنا أن هناك 300 مليار دولار. هذا ليس إنجازا. الإنجاز الحقيقي للسيد عادل عبد المهدي حينما يطل على عراقيين ويقول ألقينا القبض على المسؤول الفلاني والوزير الفلاني والقائد الفلاني بتهمة الفساد، حينها سنقول هذا الرجل يعمل من أجل العراق. أما حينما يطل علينا أسبوعيا كعادة من سبقوه ويتحدثون عن إنجازات ورقية، هذا لا يمكن أن يغير الواقع. طيب. الذي يغير الواقع هو القوة. طيب. القوة المليئة بالعدل وليس القوة الظالمة، وهذا ما يفتقده العراق. طيب دكتور خضير كاظم، يعني الكثير من ربما هناك الكثير من الوسائل والطرق التي ممكن أن يتخذها كل عراقي سواء كان داخل العراق أو خارج العراق من أجل أن يسعى لتغيير واقعه نحو الأفضل. أنتم كخبراء اقتصاديين يعني هل قدمتم بمشاريع أو خطى قمتم بها في هذا الإطار لدعم الخبراء الاقتصاديين أيضا في الداخل العراقي؟ الحقيقة كل الأخوة ذوي الاختصاصات الهادفة في النهوض بالعراق بذلوا جل جهدهم من أجل إنقاذ العراق، لكن لا حياة لمن تنادي. الحكومات التي تعاقبت على العراق ليست لديها رغبة، والرغبة دائما هي الأساس في تحقيق إنتاجية الفرد. حينما يمتلك الفرد الرغبة ولديه القدرة يستطيع أن يحقق الأهداف. العراق بمختلف جوانبه الاقتصادية كلما أراد أن ينهض في جانب من جوانب الحياة الاقتصادية يفاجئ بإجراءات رادعة وقاسية. وسأعطيك مثلا، حينما بدأت الثروة السمكية بالعراق تتألق رأيناها كيف دمرت دمارا جامحا من خلال قتل كل الأسماك. حينما بدأ القطاع الزراعي
يمارس دوره في تحقيق زراعة الحنطة والشعير. نعم. رأينا كيف الأيدي المخربة قد حرقت كل المزارع حينما بدأ العراق وخصوصا مزارع الزبير في البصرة بإنتاج الطماطة أو ما البندورة كما تسمى لدى الدول العربية. هذه الطماطة العراقية التي كانت تغطي كل العراق وتصدر إلى الخارج دمرت تماما، والآن دمرت الدجاج في مختلف الدواجن وسيمتد إلى مختلف جوانب الثروة الحيوانية. كل المصانع العراقية التي كانت متألقة قبل 2003 وتغذي العراق أغلقت ودمرت، الجامعات المؤسسات التعليمية الآن نرى من خلال الكثير من الفيديوهات عبر التواصل الاجتماعي نرى أن المدارس في العراق يجلسون أبنائهم على الأرض، والصحة كل ذلك. كل ذلك دكتور 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 خضير، هذا الأمر العراق يتعرض الآن إلى يعني إلى مرحلة إحراق للزراعة وللصناعة ولكل شيء، تدمير حتى الإنسان. من مصلحة من؟ هل هناك قوة دولية أو إقليمية من مصلحتها ذلك؟ هذا السؤال جدا جلي. نعم. ويفترض أن يتم الإجابة عليه بجرأة أكبر. نعم. إن القوى الفارسية التي ترتبط بها كثير من الأجندات التي توالت على حكم العراق، هناك كثير من العاملين في أجهزة الدولة مرتبطين ارتباطا عضويا ومصيريا مع القوى الفارسية الحاكمة في إيران، فهؤلاء يمارسون دورهم بتحقيق أهداف إيران وثروات العراق. الآن رغم محاصرة إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، فإن هناك كثير من الأموال بالدولارات تهرب إلى إيران. طيب. ويهذى به بها اقتصاده. هذه الظاهرة التي تكالب دورها في تدمير العراق تعتبر من الحقائق التي لا تغطى بغربال، بل أن الناس يدركون تماما أن الشعب العراقي يعيش ألما ودمارا في كل جوانبه المختلفة اقتصاديا. نعم دكتور أخضر. واجتماعيا. نعم. وقيميا. اسمح لي أستكمل متطلبات العرض. نعم تفضل. العراق الآن يعيش في مرحلة متخلفة تكاد لا يمكن لأزمنة بعيدة أن تحقق له الرجوع لتاريخه الناصع الأبيض. الشباب دمر من خلال المخدرات، امتدت المخدرات حتى أن إحدى الإحصاءات تقول أن المخدرات في العراق لكل 10 أفراد هناك 3 أدمنوا هذا الكريستال، المادة المدمرة المخدرة الآن تعيش في أجواء العراق. وللمعلومات إنها من الجرعة الأولى يتم الإدمان من خلالها. ثم الفساد العارم الذي امتد إلى جوانب الحياة المختلفة شكل أثرا كبيرا في تدمير ذلك البلد الذي كان معيارا رهيبا لدى المجتمعات الإنسانية الأخرى بكل ومعطياته للبشرية. هؤلاء جندوا لتدمير العراق وليس لإعماره. نسوا، هؤلاء هم نسوا كما أشار الله سبحانه وتعالى،
ولما بسم الله الرحمن الرحيم ولما نسوا ما ذكروا به فتحنا لهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى لا يمكن يكون بمعزل عما عاشه العراق من دمار عارم في مختلف جوانب الحياة، ونحن أملنا كبير بالله سبحانه وتعالى وله جند يحققون أهداف العراقيين الذين ظلموا. شكرا لك دكتور خضير كاظم، نشكرك شكرا جزيلا. المواطن يعني وصل دكتور جاسم إلى مرحلة اليأس، وهذا ما تفضلتم به في بداية الحلقة. نحن نتحدث في موضوعنا هذا عن إعمار، لماذا لم يتم إعمار العراق؟ ما الخلل في إعمار العراق؟ وتحدثتم عن أن المواطن العراقي هو المستهدف، والعراق قد تم يعني تخريبه وتدميره واستهدافه في أمنه وفي تعليمه وفي القضاء وفي الإعلام وفي السياسة وفي كل شيء. الآن العراق يتعرض إلى حملة غريبة شعواء لم يشهدها تاريخه من قبل، من إحراق المحاصيل الزراعية، استهداف الثروة السمكية، بالإضافة إلى يعني سرقة نفطه، سرقة أمواله، والسياسيون يتحدثون هم بأنفسهم عن مليارات الدولارات وكأن هذه الأرقام هي أرقام هينة. يعني ربما هذه الأموال لو استحصل عليها أو استثمرت في ماليزيا أو في سنغافورة، هذه الدول الفقيرة التي كانت تقتات على أبسط الأمور وكانت تعيش على المساعدات، الآن أصبح يضرب بها المثل. إذا نتساءل عن الحل في العراق، ما هو الحل من وجهة نظرك بعد أن يأس المواطن؟ كل سنة تخرج تظاهرات مطالبة بالحياة الكريمة وبأبسط ما يطلبه الإنسان، كهرباء، ماء صالح للشرب، يعني مواجهة التلوث والأوبئة بسبب المياه الآسنة وبسبب عدم توفر المعالجات الصحيحة للمياه، أمور بسيطة يطلبها المواطن العراقي، ولكن هذه الأموال تذهب هباء والحال كما هو عليه منذ عام 2003 وحتى الآن. نريد الحل، يعني هل يستطيع المواطن أن يغير؟ ماذا بيد المواطن أن يغير؟ وتحدثت عن أن المنظومة السياسية يجب إعادة غربلتها، طيب من الذي يغربل المنظومة السياسية كي تتفاعل بعده الأمور الأخرى لتؤدي إلى التغيير الفعلي؟ طبعا العراق لا يتغير بالأمنيات ولا يتغير بالدعاء فقط، يعني نحن لا نشك بقدرة الله سبحانه وتعالى على تغيير الأمور وقلب المعطيات في العراق بين ليلة وضحاها، لكن هذا ليس الأمر الرباني، أمرنا أن نعمل وقل أعمل. صدق. وأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وبالتالي قضية التوكل على يعني آيات قرآنية هذا نوع من التخدير للشعب، وهو دعوة للشعب أن يبقى في نائما في الشمس حتى هذا ما يقوله السياسيون في العراق من أنه يجب أن تصبروا على هذا المواطن أن هذا يصبر. هذا خطاب بعض السياسيين في الداخل وبعض ما يسمى المعارضة في الخارج. الحال في العراق بحاجة إلى عمل، بحاجة إلى تكاتف. أنا لا أطلب وأنا في الخارج، لا أطلب من العراقي أن يعني يحمل نفسه ما لا يطيق، ليس هذا كلامي، وإنما أنا أقول أنا لو فرضنا أنا مواطن عراقي ذهبت إلى الدائرة الفلانية والموظف لم يوافق على أن يعني يسير معاملتي إلا مقابل رشوة، هنا يأتي دوري. أنا مثلا أملك، هو طلب مثلا 50,000 دينار عراقي، أنا أملك 50,000 دينار لكنني سأكون مشارك في جريمة ضد مواطن آخر لا يملك 50,000 دينار، وبالتالي علي هنا كمواطن عراقي أن أخدم بلدي من هذا المنطلق، وأذهب إلى مسؤول هذا الموظف وأقول له أن الموظف الفلاني لم يوافق على أن تمشي معاملتي إلا مقابل رشوة 50,000 دينار، وهذا ليس حراما، هذا باء نوع من
يعني بناء الدولة يفترض يعني يفترض أن نتكاتف أخي سمير من أجل بناء العراق. البناء يبدأ من الأساس، جميعنا مسؤولون عن بناء العراق، الطبيب، المهندس، عامل النظافة وغير ذلك، الجميع نضع يدا بيد من أجل أن نصل إلى بناء العراق. ليس فقط الحكومة، الحكومة هي يعني فيها الإشكالية الكبيرة، هذا أمر لا خلاف عليه، لكن لا يعني هذا أننا نترك الأمور ونقول والله إن شاء الله تنتهي هذه الحكومة. هذا كلام لا يتفق لا مع الشريعة ولا مع القانون ولا مع المنطق ولا مع العقل. وبالتالي علينا أن نعمل. يعني دول كبرى مثل ألمانيا، ألمانيا دمرت بعد الحرب العالمية الثانية، اليابان كذلك، نعم، واليابان من الذي بنى ألمانيا؟ النساء. النساء لأن هنالك يعني نسبة كبيرة جدا من الرجال قتلوا في الحرب، ورأينا أن المرأة الألمانية هي التي عملت من أجل إعادة إعمار ألمانيا. وبالتالي كلنا أخي سمير علينا أن نتكاتف من أجل العراق. اليوم أنا أشاهد في الموصل يعني مجموعة من شباب أحبابنا بالموصل يعني عملوا على وضع ثلاجات في الشوارع. هذه الثلاجات يعني أنت لديك ماء يعني طعام زائد في البيت، يمكنك أن تضع هذا الطعام في الثلاجة ويأتي الفقير معزز مكرم ويأخذ منه دون أن يهان. جميل جميل. وبالتالي في العراق فيه الخير الكثير، نعم، فيه البركة الكثيرة. دعك من السياسيين، دعك من الحكومة، دعك من العملية السياسية، أنا أريد أن نتكاتف اجتماعيا، شيعة، سنة، عرب، أكراد، مسيحيين، هذا موضوع ما عندنا مشكلة به لا قبل الاحتلال ولا اليوم. كلامنا كله عن السياسيين، نحن لا نتكلم عن العراقيين. الشعب العراقي فيه الخير الكثير، لا يوجد فرق بين سني وشيعي وعربي وكردي إلا من تورط بدم عراقي، نعم. هذا فقط يستثنى من الموضوع. وهنا ينبغي أخي سمير أن نشير باعتزاز كبير إلى الرائد علي شياع المالكي، ضابط المخدرات في مدينة البصرة، الذي كان له موقف رجولي وبطولي، نعم، في الوقوف مع بوجه أحد المعممين الذين لبسوا العمامة من أجل يعني إدخال أموال إلى العراق ومن ثم يعني هذا مثال حي لرغبة التغيير، تمام. وبالتالي الرجل دفع ضريبة أنه اليوم يعني كما قيل أنه عيد اعتقاله مرة ثانية، وخرج في أكثر من فيديو في لقاء تلفزيوني على قناة ANB وغيرها، قال أنا مستعد أن أموت من أجل بلدي، ولا يعني تهز شعرة مني تهديدات هذا الفصيل الميليشياوي أو ذاك. نحن بحاجة إلى رجال من هذا النوع. هذا رجل شيعي لكن يحب العراق، وبالتالي نحن بحاجة إلى عراقيين يحبون العراق. أنا من موقعي بالإعلام وجنابك من موقعك بالإعلام، نعم، وفلان من موقعه بالشرطة وفلان من موقعه في دائرة التربية وفلان من موقعه في وزارة الصحة، كل من موقعي ونعمل على تجفيف منابع الرشوة والفساد المالي والإداري. وبالتالي سنرى خلال 6 أشهر وليس أكثر، لأن السارق جبان، لا يمكن للسارق أن يكون سارقا في وضح النهار. وبالتالي رغم أن الآن يتحدثون عن هنا أنا أخذت رشوة، أنا أعطيت فلان، أنا ثق بالله هو جبان، وبالتالي حينما يرى أن هنالك قوة قانونية قادرة على أن تنفذ قانون، سنرى ذلك الأسد، نراه عبارة عن قطة ضعيفة لا يمكن أن تقوم بأي دور. هنا أنا أقول أن العراقيين فيهم الخير كثير، من كل الطوائف، من كل المذاهب، من كل الأديان، فيهم الخير كثير، وسترى قريبا أن التلاحم العراقي والتكاتف العراقي سيعود وسيقود إلى بناء التكاتف الإداري. وهذا ليس يعني من أجل الحكومة، نحن نتحدث من أجل العراق. هذا يختلف، وهذه هي يعني الصلب الوطنية. نعم، نحن نحب العراق بغض النظر عن موقفنا من الحكومة. الحكومة ذاهبة، أما العراق فهو الباقي. أنا أعتقد علينا أن نعمل من أجل العراق، وليس من أجل حكومة حزب الدعوة ولا من أجل حكومة فلان وفلان، لأن العراق هو الخيمة لكل عراقيين من السنة والشيعة والعرب والأكراد وغيرهم. شكرا لك دكتور جاسم الشمري، ضيفي في الاستوديو والباحث السياسي، شكرا لوجودك معي في هذه الحلقة. ونشكرك شكرا جزيلا دكتور خضير كاظم حمودي الخبير الاقتصادي، شكرا لك. إذا مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة أشكر لكم متابعتكم وإلى اللقاء.
We'll be right back.